أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. شباب الغضب ينظمون مسيرة في سيئون يطالبون فيها برحيل المنطقة العسكرية الأولى وإحلال النخبة الحضرمية. صحيفة زينث الألمانية تنشر تقريرا خاصا عن اللواء عيدروس الزبيدي وإنجازاته العسكرية والسياسية. المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ينظم ندوة علمية وسياسية حول مشروع دولة الجنوب. أكد الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر الدعم الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن. وأعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية بما يؤثر سلبا في أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته. كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتحقيق الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية. شهدت مدينة سيئون مسيرة غاضبة جابت شوارع المدينة الداخلية تنادي برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية. المسيرة التي دعا إليها شباب الغضب رفعت فيها لافتات تطالب بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق ومشاورات الرياض. كل يوم عن يوم تتزايد الحشود الغاضبة الرافضة والساخطة على الانفلات الأمني بوادي حضرموت. وما مسيرة سيئون هذه إلا حلقة من سلسلة مسيرات احتجاجية عمت كل المناطق لرفض تواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى. نطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى أولا أساس الكلام واستبدالها بأبناء حضرموت النخبة الحضرمية من أبناء حضرموت وتجنيد كثير برضه يعني كثافة عسكره ما أنا في المحافظة لحمايتها من أبنائها مش من الشمال الشمال يروحون الشمال. في المسيرة تلي بيان طالب بشدة إخراج المنطقة الأولى عاجلة ودعا أيضا إلى ضرورة تقديم معالجات آنية للوضع الاقتصادي المتدهور وطالب بإصدار قرار المجلس الرئاسي لانتشار النخبة الحضرمية في ربوع الوادي والصحراء. اليوم مسيرتنا هي مسيرة الحسم وطلبنا من أمام جولة الشهيد بن حبراش ونطلب الكفاح المسلح لحاية للمسيرات السلمية من الشعب وسم من المسيرات واليوم هدفنا هو الكفاح المسلح والدخول قوات الجنوبية العمالقة والنخبة الحضرمية. الحسم مطلبنا ولن نتراجع ولن نهدأ إلا بتحقيق كافة مطالبنا ورحيل آخر جندي شمالي من الوادي. مطلبنا نشر النخبة الحضرمية في عموم الوادي وهم اللي يحافظون على أمننا وسلامتنا، أما هؤلاء فهمهم الفيد والنهب والسلب. رقعة الاحتجاجات تتصاعد قوتها في مناطق وادي حضرموت حتى يتم إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وتسليم الشؤون الأمنية والعسكرية لأبناء الأرض. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. بعد سلسلة النجاحات العسكرية والسياسية التي حققها عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي أصبح حديث الإعلام الغربي بين حين وآخر. هذه المرة تحدثت عنه صحيفة زينث الألمانية في تقرير خاص. نتابع أبرز ما جاء في هذا التقرير. صحيفة زينث الألمانية أفردت تقريرا خاصا عن اللواء عيدروس الزبيدي وكان تحت عنوان عودة الجنوب في اليمن، وافتتحت تقريرها بالقول إن التحولات داخل النخبة السياسية في اليمن فتحت مساحة لشخصيات أصغر سنا لتملأ الفراغ القيادي، فنموذج واحد كلواء عيدروس الزبيدي على وجه الخصوص كان لصعوده تأثيرا كبيرا يوازي سقوط الشخصيات التاريخية الرئيسية. وهنا قالت الصحيفة الألمانية أن صعود اللواء عيدروس الزبيدي إلى الواجهة
لم يكن بمحض الصدفة بل كان نتاجا لعقود من النضال. كاتب التقرير الصحفي فرناندو كارفاخال تحدث عما شهده الجنوب من أحداث وظهور مكونات أبرزها ظهور المجلس الانتقالي الجنوبي، وركز على عدة محطات أبرزها هزيمة عام 1994 ووحدة عام 1990 المنتهية وما جرى بعد ذلك من انقسام بين المكونات الجنوبية منذ 1994 إلى 2007 إلى أن ظهر الحراك الجنوبي. هذا وتحدث الصحفي عما جرى في فبراير عام 2011 وما جرى من قتال مسلح وصولا إلى نقل السلطة من صالح إلى هادي في فبراير 2012 وبعد ذلك الحرب التي اندلعت بين ميليشيات الحوثي وحكومة صنعاء ووصل مداها إلى عدن في عام 2015. هنا تحدثت الصحيفة الألمانية عن دور الزبيدي والذي حصل على دعم عسكري من دول التحالف العربي وقاد مئات الرجال المدربين تدريبا جيدا، وقالت الصحيفة إن القوات بقيادة الزبيدي وحلفائه كانت ضمن الأكثر نجاحا ضد القوات الشمالية، فوجود قوات لديها ما يكفي من الأسلحة والمركبات التي قدمها التحالف سهل تحرير عدن في يوليو 2015، وبعد ذلك تم محاربة عناصر التنظيمات الإرهابية بعد أشهر من تعيين عيدروس الزبيدي محافظا للعاصمة عدن في عام 2017، والذي عمل في هذا المنصب لمدة عام ونصف قبل أن يقيله الرئيس عبد رب منصور هادي. وفي ذات العام أعلن الزبيدي عن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهنا بدأت مسيرة الإنجازات العسكرية، وخير شاهد على ذلك ما جرى في عدن وأبين وشبوة. أما على الصعيد السياسي فقد حصل الزبيدي على مزيد من اعترافات الحكومات الغربية وبقيت المسيرة متواصلة إلى أن أصبح اليمن في وضع سياسي جديد، وتنحى الرئيس هادي قبل 9 أشهر وتم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين أبرزهم اللواء عيدروس الزبيدي، وهنا يبقى الجنوب حاضرا دائما. دشنت جامعة شبوة بالتنسيق مع إدارة الشباب والطلاب بتنفيذية انتقال شبوة مشروع جائزة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في البحث العلمي، والتي سيشارك فيها طلاب الجامعة بكلياتها الخمس. من هذه القاعة كانت الانطلاقة لمشروع جائزة الرئيس عيدروس الزبيدي للبحث العلمي بمحافظة شبوة، والتي لطالما انتظرها الشباب والطلاب في هذه المحافظة تحديدا بفارغ الصبر حتى أصبحت حقيقة ملموسة على الأرض. في هذا التنشيط لجائزة البحث العلمي لطلاب وطالبات كليات الجامعة في التخصصات المذكورة، نحن نعتبر هذا بادرة خير وبادرة ممتازة من قبل المجلس الانتقالي على الاهتمام بالشباب ودور الشباب والبحث العلمي. جامعة شبوة تشجع هذه المبادرات وهذه الأشياء الأنشطة اللي تدعم البحث العلمي، ونأمل مستقبلا أن يتم تطوير الفكرة أن تضم أعضاء الهيئة التدريسية، تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة. دشنت إدارة الشباب والطلاب تنفيذية انتقالي شبوة صباح اليوم مشروع جائزة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في البحث العلمي، والتي تأتي في إطار اهتمام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم الطلاب المبدعين والمبتكرين وتشجيعهم وإحياء روح المنافسة بينهم. حفل التدشين أكد على أهمية التنسيق والشراكة العملية بين إدارة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي بالمحافظة وجامعة شبوة من أجل إيصال المسابقة إلى بر الأمان وتشجيع القدرات والطاقات الإبداعية بكليات الجامعة على المشاركة المتميزة في المسابقة. تم اليوم بمشيئة الله والحمد لله تدشين جائزة الرئيس عيدروس الزبيدي للبحث العلمي والأكاديمي، ونشكر كل من دشان وشدد وندب في هذه القضية. هذا الشيء مهمل كان من عدة سنين، نشكر من قام بإحيائه والاهتمام بالطالب، لأن الطالب يعني نواة المجتمع ونواة المستقبل. تم اليوم التدشين جائزة البحث العلمي المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، نشكرهم على مثل هذا الدعم ووفقهم الله ووفق الطلاب. طلاب جامعة شبوة عبروا عن الفرحة والارتياح من إطلاق مثل هكذا مسابقات تنمي الفكر الإبداعي والتميز العلمي وتشجع الكفاءات. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. نظم مركز التدريب والتأهيل في المجلس الانتقالي الجنوبي ندوة علمية بعنوان مشروع دولة الجنوب قراءة علمية سياسية استراتيجية. الندوة تهدف
إلى بلورة رؤية المجلس حول مشروع إقامة دولة فيدرالية مستقلة تقوم على العدالة الاجتماعية. برعاية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نظم مركز التدريب والتأهيل بالمجلس ندوة علمية تحت عنوان مشروع دولة الجنوب، قراءة علمية سياسية استراتيجية. هذه ورشة عمل الذي نظمها مركز التدريب والتأهيل للمجلس الانتقالي الجنوبي لمناقشة رؤية مشروع دولة الجنوب القادمة إن شاء الله، بمشاركة عدد من الأكاديميين والسياسيين وشخصيات المستقلة السياسية لتعطي وجهة نظرها ورأيها في شكل الدولة القادمة. طبعا المجلس الانتقالي الجنوبي لديه رؤية سياسية موجودة في برنامجه السياسي، سيتم أيضا مناقشة هذا في إطار هذه ورشة العمل. نحن نبحث عن بناء دولة بمفهوم حديث، دولة تستوعب كافة شرائح المجتمع، دولة يعني تحقق العدالة الاجتماعية، دولة من منطلق تخصصي، دولة تحقق تنمية اجتماعية. إذا كان ما فيش تنمية اجتماعية فبالتالي لن تتواجد أي شيء، لن يتواجد تعليم. كيف يكون في تعليم وما فيش تنمية وفي فقر؟ كيف يكون في بناء وفي فقر وبطالة؟ طبعا كما هو معروف أنه المجلس الانتقالي له رؤية وله برنامج معد مسبقا، والذي هو قائم على دولة مدنية جنوبية، دولة مدنية فيدرالية مستقلة، قائمة طبعا على سيادة القانون، على العدالة الاجتماعية، على ضمان حقوق وحريات الأفراد، تعزيز دور المرأة والشباب. الندوة تهدف إلى بلورة رؤية المجلس الانتقالي حول مشروع إقامة دولة فيدرالية مستقلة تقوم على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وضمان كافة الحقوق والحريات. قيام دولة جنوبية مبنية على رؤية اجتماعية وعدالة اجتماعية كمان، والمساواة وعدم التفرقة العنصرية وعدم وجود نظام قبلي تكون باني على المساواة، وأيضا استناد البناء العلم وبناء المجتمع الجديد تحت، وتوجيه الشباب ببناء دولة حديثة تكون قائمة على المساواة. الندوة تكتسب أهمية وفيها أوراق هامة جدا يقدمها علماء ومفكرين من جامعة عدن ومن مختلف المؤسسات والمنظمات المهنية والإبداعية. نتمنى لهذه الدورة التوفيق والنجاح. تأتي الندوة في الوقت الذي يشهد فيه الجنوب حراكا سياسيا وحوار جنوبي جنوبي، وتساعد تلك الندوات إلى مناقشة كافة الرؤى مع كل المكونات السياسية الجنوبية صوب بناء الدولة الجنوبية. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. المجلس الانتقالي ينظم الحفل الختامي لمهرجان حضرموت الرياضي. أهلا بكم من جديد، والآن نذهب مشاهدينا الكرام إلى آخر أخبار الرياضة. نظمت إدارة الشباب والطلاب بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت الحفل الختامي لمهرجان حضرموت الرياضي، وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في 10 ألعاب الرياضية. رقصات فنية من التراث الحضرمي شهدها الحفل الفني والتكريمي بمناسبة اختتام مهرجان حضرموت الرياضي في نسخته الثالثة. الحفل رعاه الرئيس عيدروس الزبيدي ونظمته إدارة الشباب والطلاب بالهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت. تغمرنا السعادة بتواجدنا ما بين أهلنا في حضرموت الحضارة والتاريخ، حضرموت الريادة والإبداع، حضرموت الثقافة والرياضة بكل أنواعها. فلطالما كانت حضرموت وشبابها سباقة بالتميز والإبداع، فالشباب وقود الماضي ووهج الحاضر ونبراس المستقبل.
حرصنا في هذا النسخة من المهرجان على الاهتمام بالرياضات المتنوعة وخاصة ألعاب الظل وألعاب القوى وتنشيط الألعاب المهملة وإظهارها بشكل جيد. ولاحظنا مدى المشاركة والصدى الإقبال الكبير في الأوساط الرياضية المختلف المنافسات في المهرجان، وكان سر نجاح والشراكة الفاعلة والحقيقية التي عقدت عليها إدارة بإصرار وتعهدت بنجاح منقطع النظير. كؤوس وميداليات جرى تسليمها خلال الحفل على الفائزين بالمراكز الأولى في ألعاب الشطرنج والسباحة والدراجات وألعاب القوى المختلفة. هذه الحركة الدؤوبة لإدارة الشباب تهدف إلى إنعاش النشاط الرياضي في حضرموت. اسمي نياز الكثيري، فائزة بلعبة الشطرنج المركز الثالث، وأشكر الانتقالي جنوبي لتقييم لنا حفلة لتكريم الفائزين، وأنا مبسوطة جدا بحصولي على المركز الثالث من لعبة الشطرنج، وأشكر عيدروس الزبيدي والانتقالي جنوبي. نشكر مجلس الانتقالي هذا الفعاليات وحققت المركز الأول في الدراجات الهوائية. طاقات شبابية إبداعية في مختلف المجالات تسعى إدارة الشباب والطلاب بانتقالي حضرموت إلى احتضانهم وتوفير الأجواء المناسبة لانتشال واقعهم المرير. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. حقق نابولي فوزا ساحقا على ضيف يوفنتوس بخمسة أهداف لهدف، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 18 من الدوري الإيطالي، وسجل فيكتور أوسمينا هدفين، وكفارت سيخيليا ورحماني وإلماس وأهداف نابولي، فيما سجل ديماريا هدف يوفنتوس الوحيد. وبهذا الفوز عزز نابولي صدارته للدوري برصيد 47 نقطة، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة بالمركز الثالث. نهاية النشرة، إلى العناوين. شباب الغضب ينظمون مسيرة في سيئون يطالبون فيها برحيل المنطقة العسكرية الأولى وإحلال النخبة الحضرمية. صحيفة زينت الألمانية تنشر تقريرا خاصا عن اللواء عيدروس الزبيدي وإنجازاته العسكرية والسياسية. والمجلس الانتقالي والجنوبي في عدن ينظم ندوة علمية وسياسية حول مشروع دولة الجنوب. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد ويدكم وتطبيق ضبط الإخباري. دمتم بصحة.